مش بس كلام. طبعا ناصر، طليت علينا في شهر رمضان اللي فات في برنامج الميزان. طبعا هذا البرنامج اللي أثار ضجة نوعا ما، وكان في يعني بعض التعليقات من الجمهور. خلينا نبدأ معاك قبل كل شيء يعني بفكرة البرنامج. في ناس تكلموا قالوا إن هذه الفكرة مقتبسة أو يعني تقليد لبرنامج الصدمة، فيريد تحكي لنا أكثر عن هذا الموضوع. والله طبعا برنامج الميزان كانت فكرته، طبعا نشكر اخوي حمزة المشاي، طبعا هو صاحب الفكرة. تحياتنا لي اكيد حمزة، ونشكر المخرج العام الاستاذ عمر القاعي، ونشكر الاستاذ جعفر طبعا هو اللي كان داعم لنا بعد الله، تحياتنا ليهم كلهم، وطبعا معاد حمزة، احمد ليتيم، باسم تجوري، طبعا الفريق العام الكامل والمصورين محمد تجوري، وان شاء الله ما ننسى حد من الشباب، ولو نسيت حد سامحوني شباب. فكرة برنامج ميزان كانت دقع ميزان، أنا وأخوي باسم، أنا وحمزة المشاي وفريق العمل كوننا الفريق، وكانت فكرته هو اللي قال لي ناصر لازم نطلع بشيء، لازم نوصله لإحنا الليبيين شين، يعني هل عندنا يعني نروم وجهنا الحقيقي. يعني لما إحنا الليبيين يشوفون العالم يقولك والله الليبي يضربوا في بعضهم وفي السوق يهبكوا في بعضهم ويضربوا، يعني حبيتوا تشوفوا ردة فعل الشارع. يا سلام عليك. والأخوة العرب طبعا احترام ليك، في بعض منهم يقولوا والله الليبيين يعني حتى في الشارع تخطم تقول الأخير يضربك، لا مش لدرجة هذه، احنا قصدي مهما كنا احنا الليبيين عندنا شوية عصبية، لكن والله أحن منا ما فيه، يعني حسيت أن في صورة مغلوطة على الليبيين حبيت تصلحوها. وأنا قلت له حمزة توكل على الله بإذن الله أنا معك. ما خفتوش من قصة المقارنة مع برنامج الصدمة؟ لا احنا طبعا هي كل شيء طرحناه على الورق، وعرفنا كل شيء، حاولنا احنا كيف لما يسألنا حد يقولنا لا انت والله تبعت برنامج الصدمة. هو برنامج الصدمة كانت فكرة من برنامج هولندي، وبعدين انتقل لأمريكا، وبعدين برنامج بس الصدمة. ولكن يعني ان يظل انه هو الاول كان في الوطن العربي، يعني ما كانش فيه غير قبله في الوطن العربي، صح؟ معك. حتى دولة الجزائر الشقيقة قدمت الشيء، هو من كل نفس من رمضان 2014 تقريبا اشتغلوا على نفس الموضوع، اشتغلوا مش احنا ليبيا بس، هو يقول لك ماري ولا تكون حسود يا اخي فعلا. يا اخي انا نوريك في معدن الوجه الحقيقي الليبيين. انا ممكن لما جسدت شخصية بائع السجائر في كانت اول حلقة للبرنامج الميزان، انا لين قعدت نبكي على صاحبي كيف الليبيين ضربوه. يعني شوف احنا الليبيين مازال فينا رحمة في بعضنا، ومازال فينا حنية. طيب قول لي ناصر، يعني في كل الحلقات اللي صورتوهم واشتغلتوهم انت والشباب، لقيتوا نفس ردة الفعل المتوقعة؟ لا، في كان يعني في بعض حلقات شفنا في حلقات سلبية محمد، سلبية صحيح بالضبط. زي حلقة في سوق جهاد مول تقريبا، عز مول، خاشنين بين تقمص شخصية شعب منحرف، هي خف روحك انت ومعاق وبتعطلني، تاني واخد بطاطا ومشروب بالطاقة، هي خف لي روحك، ملقيتش حد محمد بجديات. نقول لهم يا ناس يا ودي انا نمثل، قاعد درت استفزاز، دفيتها طيحتها سبحان الله. طيب قولي انت ليش الحلقات، في بعض الحلقات شفنا انها كانت شبه حلقة كاملة ما فيش ردة فعل من الناس اللي كانوا حاضرين، ليش عرضتوا هذه الحلقات متى ما خلتوش كل البرنامج إيجابي؟ يعني شن كان السبب؟ ما أخوي محمد طبعا باش نجاوبك أنا بلسان المواطن، بهي بلسان الناس، يقولك علاش محمد أنا ما ندخلش، يقولك لا فكني أخي والله مرات تلقاه ويضربني ولا يضربني بمسدس ولا حاجة يخاف. وإحنا حتى لما مشينا صورنا طبعا كانت معنا شباب بارك الله فيهم وفرنا الحماية، وفي نفس الوقت يعني في بعض المشاهد اللي صورناها مشينا بروحنا، يعني خلاص واحد قال لي بيضربني خلاص، يعني عرفت خلاص، عرفت كيف نجيت نفسي، قلت له أنا عندي بطارية في القلب، قال لي عندك بطارية اللي كان براصار يا رب. طبعا الحلقات السلبية علاش احنا ما عرضناهاش، علاش عرضتوها، علاش عرضناها؟ طبعا هذا الرأي القرار ما يرجعش لي أنا بالضبط، عارف بس كتيم لما أنتوا يعني تمام اشتغلتوا الشغل، جهزتوا كل الأمور، يا جماعة في عندنا حلقات كان في ردود فعل زي ما كنا متوقعين، في حلقات كانت صراحة ردود الفعل سيئة، يعني نجاوب وغير لحظة وتوضح السلبية اللي كانت موجودة وحاضرة في الموقف، احنا بنعرضوه ككل. يعني هل هذا فعلا يعني كان ان حبيتوا تعرضوا العمل بمهنية اللي صار معاكم؟
يعني انما يعني بتوضحوا للناس كل شيء اللي صار معنا يا جماعه. هذا المجتمع الليبي وردود الفعل بتعرضه السلبي والايجابي اكيد. ما اخوي محمد احنا لو كان نعرضوا الحلقات كلها الايجابيه ولا طلعت سلبيه ندسها والايجابي نعطونا بمنافقين مع المشاهد، ما نعطوش الصوره الحقيقيه. احنا لازم نكونوا صورته مرايته يعطيك الصحه. انا ممكن لو بدر مني اي خطا في برنامج الميزان نعتذر باسمي وباسم اي حد شارك في برنامج الميزان، على الرغم صرتنا شويه عراقيل لكن بعدين الحمد لله نشكر قناه ليبيا الاحرار ونشكر قناه وعد على استضافتنا وقالت يعني في كلمه حق في برنامج الميزان، واي نقد وبناء او هدام احنا على قلبنا زي العسل يعني. طيب قول لي ناصر. نعم بابا. في بعض المواقف اللي ما كانش في ردة فعل وبعدين افصحت الامر للحضور ان هذا كان برنامج مصور، تغير ردة فعل الناس؟ يعني في حد قال والله يا ريتني تدخلت او والله يا ريت ما كانتش ردة فعل هيك قدام الكاميرا؟ صادفكم زي هذا الموضوع؟ واحد قال لي بالله عليك شبيك كان مازال في 30 حلقه، قولي كان انت متخدم 15 كان مازال في بالله عليك قولي يا شبيك. يعني بيطلعوا ردة فعل مزيفه. طيب بعد ما فاجئتني الفكره هي ما هو الفكره انك بتطلع روحك بطل في وقت انت وعد الثاني مش بس كلام.